السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو الذي ينتظره الكثير والكثير والكثير. بزاف ديال الناس تساءلوا عن وصفة لعلاج النحافة، وصفة لزيادة الوزن، الناس اللي كتعاني من النحافة الشديدة، النحافة الشديدة. أقول لكم هذه وصفة السيدة التي تكلمت في فيديو سابق. متتبعين قناة صحة ثانية يعرفون ذلك الفيديو، وصفة 15 يوم فقط وداعا لجرثومة المعدة. ذاك الفيديو صاحبة تلك الوصفة هي صاحبة هذه الوصفة، وقالت لكم أن مجرد ما تنتهوا من وصفة 15 يوم، مجرد انتهاء منها عليكم باتباع هذه الوصفة. هذه الوصفة المكونة من ثلاث مكونات فقط، ثلاثة ديال المكونات، وداعا للنحافة، الناس اللي كتعاني من النحافة المفرطة بسبب جرثومة المعدة، بسبب قرحة المعدة، بسبب القولون العصبي، الناس اللي عندهم النحافة بسبب الأمراض. هذه الوصفة مباشرة تدخل بعد العلاج لاسترجاع الوزن المفقود. هذا حسب قول السيدة جزاها الله خيرا. الوصفة ديالنا مكونة من ثلاثة ديال المكونات. المكون الأول كما تشاهدون وهو النافع، النافع الذي هو الشمر أو ما يعرف بزرعة البسباس. كناخذو 250 غرام من النافع، كناخذوها وكنقيوها مزيان مزيان مزيان، تنقى جيدا من لا كان شي حجر، لا كان شي حصى، لا كان شي داك العواد، اي حاجه. المهم تنقى جيدا وكنشمسوها او نسخنوها في الفراد. المهم باش كتسهل الطحن ديالها، هاد 250 غرام كنطحنوها في الخلاط الكهربائي. مشاهدي الكرام، كما كتشوفوا ها هو المسحوق ديالنا، ها هو طحنته مزيان، طحين جيدا، خاصو يتطحن مزيان. فمن بعد ما كيتطحن مزيان كيتصفى في هاد المصفات، وإلا كانت داك الفراتات وداك الشيء اللي ما مطحنش مزيان كنحيدوه وكنطحنوه، كنعاودو نطحنوه هنا حتى كيتطحن مزيان، وكنوضعوه في واحد الإناء واحد آخر. هذا بالنسبة للمكون الأول. المكون الثاني يا مشاهدي الكرام كما تقول السيدة وهو حبة حلاوة، حبة حلاوة أو ما يعرف باليانسون. حبة حلاوة كنديرو 250 غرام، حتى هي نفس الكمية اللي درنا ديال النافع، 250 غرام ديال حبة حلاوة أو ما يعرف باليانسون. هاد حبة حلاوة كنقيوها مزيان، كتنقى جيدا وخا حبة بحبة، يعني تنقى جيدا. فبعد ما كنقيوها جيدا كنحمصوها قليلا في الفران، وذلك ليسهلوا الطحين ديالها في الخلاط، الخلاط الكهربائي. كنطحنوها حتى هي بنفس الطريقة. هذه الوصفة كما قلت جيدة لعلاج النحافة، النحافة المفرطة، جيدة كذلك لمن يعاني من الخصوبة، الناس الذين يعانون من العقم. هذه الوصفة جيدة، جيدة كذلك للنساء، النساء اللواتي يريدن زيادة في الهرمونات الأنثوية، النساء اللي كيعانيو وباغيين يكبروا المناطق الأنثوية ديالهم، هاد الوصفة جيدة لهم. تكبير المناطق الأنثوية جيدة لهم. لمن يعاني من الضعف كذلك هاد الوصفة جيدة له، سواء بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. كنطحنو النيت حتى المكون الثاني بنفس الطريقة اللي طحنا المكون الأول، كنطحنوه جيدا. مشاهدي الكرام، بعد ما انتهيت من الطحين ديال المكون الثاني اللي هو حبة حلاوة، ها هو طحنته مزيان، طحنت وعاودت 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 حتى كيولي مطحون جيدا، وكنصفيوه. وإلا كان داكشي ديال العواد ولا شي حاجة غليظة، داك الحبيبات ما كنستعملهمش، كنعاودو نطحنوهم. المكون الثاني اللي هو حبة حلاوة مطحونة جيدا، النافع مطحون جيدا، هادو بجوج بيهم كنخلطوهم. مشاهدي الكرام، ها هما المكونات بجوج، حبة حلاوة والنافع. حبة حلاوة كما قلت هي اليانسون، والنافع هو الشمر أو زرع البسباس. كنضيفوا لهم المكون الثالث، المكون الثالث التي تنصح به السيدة وهو عسل الزعتر أو عسل السدر، إما عسل الزعتر أو عسل السدر. كنوضعوهم فهاد مع المكونات. العسل خاصو يكون عسل جيد، حذاري من العسل المغشوش، ما تسعش
اناء صغير. مشاهدي الكرام سمحوا لي غادي نبدل الاناء لاني حتى انا اول مره استعمل هذه الوصفه، اول مره احضر هذه الوصفه. سمحوا لي على هذا، غادي نحضر هذا الاناء باش يتسع لي لهذا. تبعوا معايا المشاهدين الكرام، ماشي تقولوا راه الوصفه صافي سالات، الوصفه مازال ما سالاتش. تبعوا معايا الطريقه. هذا الفيديو راه كتعاني من النحافه المفرطه، راه جيد حسب تجربه العديد كما قالت السيده، فحتى هي كانت مسكينه كانت تعاني الامرين من النحافه من العديد من المشاكل. مشاهدي الكرام، فبعد ما حركت الخليط جيدا كنوضعه في واحد الاناء، في واحد القاروره ديال الزجاج باش نحتفظوا به. السر في الشفاء، الوصفه ما زالت لم تنتهي. وهكا كنكون سالينا يا مشاهدي الكرام الخليط ديالنا. دابا شنو كيبقى لنا نديرو حسب على لسان تلك السيده جزاه الله بخير. هاد القرعه هذه القاروره نقرا عليها ايه الكرسي، فهذا هو السر ديال العلاج، ضروري من قراءه ايه الكرسي. ايه الكرسي كتقرا سبعه ديال المرات، ضروري من قراءه سبع مرات، سبعه ديال المرات كتقرا ايه الكرسي. هذا هو السر في العلاج، السر في العلاج. الوصفه وحدها لا تكفي، ضروري من قراءه ايه الكرسي سبع مرات، ايه الكرسي وتقراها بنفسك. ايه الكرسي اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. هذه هي الوصفه ديال السيده جزاه الله خيرا. كنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه، تجربوا الوصفه وتبارطاجيوها. اي واحد كيعاني من النحافه المفرطه وصفه للنساء والرجال، طريقه الاستعمال وهي تاخذ ملعقه صغيره في اليوم الواحد، ومن الاحسن عند النوم تاخذ ملعقه صغيره فقط كل يوم يوميا. بالنسبة للنساء فهي وصفة فعالة في علاج النحافة، في تكبير المناطق الأنثوية، في الخصوبة لمن يعاني من نقص في الخصوبة فهي تزيد من معدل الخصوبة. وبالنسبة للرجال كذلك، مجرد ما تكمل الهدف ديالك، مجرد ما تحقق الهدف ديالك اللي هو الزيادة في الوزن، خاصك توقف على هذه الوصفة وما تبقاش تستعملها يوميا. ليس مثل النساء يستعملنها يوميا، ليس هناك أي مشكل. هذا على لسان السيدة جزاه الله خيرا. وكنتمنى الفيديو تبارطاجيوه، أي واحد شاف الفيديو نشره في الواتساب في الفيسبوك. المهم هذا الفيديو وصل أكبر عدد ممكن، وخصوصا الناس التي تعاني من النحافة المفرطة، والنساء اللواتي يبحثن عن الوصفات لتكبير المناطق الأنثوية. فجزاكم الله خيرا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.